بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات، أعزائي الكرام، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا اليوم سأبدأ سلسلة الدورات التكوينية في مهن التربية والتكوين نوفمبر 2020، والخاصة بمكون الرياضيات من حيث المعارف ومن حيث الديداكتيك. إذا الدرس الأول سنبدأه على بركة الله دائما على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا محاور العرض، إذا أولا سأبدأ بالتكلم عن أنواع الأعداد، ثانيا العمليات على الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية النسبية، ثالثا الأعداد الكسرية مقارنة وتوحيد المقامات. إذا أولا أنواع الأعداد. أولا الأعداد الصحيحة الطبيعية هي الأعداد من صفر إلى ما لا نهاية، أعداد موجبة صحيحة طبيعية. ثانيا الأعداد العشرية، الأعداد العشرية من كتكلم على الأعداد العشرية هي الأعداد التي تحتوي على فاصلة. ثالثا الأعداد الصحيحة النسبية، يعني الأعداد الموجبة والأعداد السالبة. رابعا الأعداد الكسرية، مثلا لدينا A على B بحيث B تخالف الصفر، يعني هذا هو عدد كسري A على B، مثلا 8 على 5، 2 على 4. A هو البسط و B هو المقام. خامسا الأعداد العشرية النسبية، إذا هنا عندنا الأعداد النسبية، قلنا هما الأعداد الموجبة والسالبة، وهنا الأعداد العشرية النسبية هما الأعداد اللي بالفاصلة الموجبة والسالبة. سادسا وأخيرا الأعداد الستينية. من كنتكلم على الأعداد الستينية فإننا نتكلم عن المدد الزمنية. إذا بغيت ندير العمليات على الأعداد الستينية لابد لي أن أتعرف على مثلا واحد اليوم فيه 24 ساعة، وساعة فيها 60 مينوت، ودقيقة فيها 60 سكوند. دونك هادو ما خصك تعرفهم، وغادي نتعرفوا على هذه الاعداد الستينيه بالتفصيل ان شاء الله. الان العمليات على الاعداد الصحيحه الطبيعيه والاعداد العشريه النسبيه. اذا غادي نتكلموا على العمليات الاربع وخصوصا قواعد الاشارات. اذا بالنسبه للجمع والطرح، قواعد الإشارات عندنا ملي كيكون عندنا واحد العدد موجب زائد عدد موجب، دائما غادي يعطينا عدد موجب. اكزومبل، مثال، عندنا زائد 6 زائد زائد 7 راه هي هو العدد 13، يعني تساوي 13 أو تساوي زائد 13، يعني الموجب زائد الموجب يساوي موجب، السالب زائد السالب يساوي سالب. دائما ناقص 6 زائد ناقص ناقص 4 يساوي ناقص 10. بالنسبة ملي كيكون عندنا الموجب زائد السالب، نأخذ إشارة العدد الأكبر، يعني نأخذ إشارة العدد الأكبر في هذه الحالة، إما الموجب زائد السالب أو السالب زائد الموجب، يعني كناخذ إشارة العدد الأكبر. مثلا هنا عندنا 7 و2، يعني 7 أكبر من 2، إذا الإشارة ديال المجموع غادي تكون موجبة 7 زائد ناقص 2 يساوي زائد 5. هنا ناقص 11 زائد 5، العدد الأكبر هو 11، الإشارة ديالو هي ناقص، يعني هي اللي غادي تكون في المجموع، ناقص 6. بالنسبة للضرب والقسمة، موجب في موجب يساوي دائما موجب، سالب في سالب دائما يساوي موجب. إذا موجب في موجب، مثلا زائد 4 في زائد 3، 3 في 4 هي 12. بالنسبة لسالب في سالب يساوي الموجب، يعني ضرب إشارتين سالبتين يعطي عدد موجب، يعني ناقص 2 في ناقص 4 يساوي زائد 8. موجب في سالب دائما سالب، الإشارة السالبة تؤثر على الإشارة الموجبة فتعطيك إشارة سالبة، ناقص 3 في زائد 6 يساوي ناقص 18. موجب في سالب دائما سالب، إذا بلس 4 فوا موان 2 إيكال موان 8. إذا هذه هي الإشارات بالنسبة للضرب، وكذلك القسمة نفس الشيء، إن هنا ما ذكرش القسمة ولكن نفس الشيء الذي ينطبق على الضرب ينطبق على القسمة. إذا هذه قواعد الإشارات خصكم تمكنوا منها بشكل تام باش تزيدوا في العمليات على الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية. والرياضيات بشكل عام يعتمد بشكل أساسي على قواعد الإشارات. الآن الأعداد الكسرية، المحور الثالث.
إذا كان لعددين كسريين نفس المقام نقارن بسطيهما، أكبرهما هو الذي له أكبر بسط. إذن هنايا إذا كان لعددين كسريين نفس المقام، إذن عندنا واحد العدد كسري، قلنا العدد الكسري هو قسمة بسط على مقام، يعني مثلا A على B، A هو البسط و B هو المقام. إذن باش نقارن واحد عددين كسريين مثلا ونقول هذا هو الكبير وهذا هو الصغير او لهم متساويين، اذا خصني نقارن البسطين ديالهم في حالة ما اذا كان لهما نفس المقام، مثلا بحال المثال ديال هاد العددين 8 على 5 و6 على 5. اذا 8 على 5 و6 على 5 عندهم نفس المقام اللي هو 5، اذا غنقارنوا فقط البسط 8 مع 6، يعني 8 اكبر من 6، اذا 8 على 5 اكبر من 6 على 5. اذا هادشي اللي كاين، اذا ملي كيكون عندنا نفس المقام كنقارنوا البسطين، اكبرهما بسطا هو الكسر الاكبر. اذا كان لعددين كسريين نفس البسط، دابا في الحاله ديال انهم لهما نفس البسط كنقارنوا المقامين ديالهم، اكبرهما هو الذي له أصغر مقام. إذا هنا عندنا جوج ديال الأعداد كسريان، عندنا 7 على 5 و7 على 2، عندهم نفس المقام ماشي نفس البسط. إذا في هذه الحالة ما كنقولوش 5 أكبر من 2، إذا 7 على 5 أكبر من 7 على 2، ما يمكنش. علاش؟ أنا نقول لكم علاش. إذا هنا كنقولوا أصغرهما بسطا هو أكبر عدد. إذا هنا عندنا 2 أصغر من 5، إذا 7 على 5 أصغر من 7 على 2. الآن توحيد المقامات، يعني العمليات على الأعداد الكسرية توحيد المقامات. إذا أولا جمع أو طرح عددين كسريين لهما نفس المقام. إذا باش نجمعوا ولا نطرحوا واحد العددين كسريين لهما نفس المقام، عندهم نفس المقام. إذا لحساب مجموع أو فرق عددين كسريين لهما نفس المقام نحتفظ بنفس المقام ثم نحسب مجموع أو فرق البسطين. إذا في هذه الحالة عندنا إذا كان عندنا نفس المقام، هنا مثلا A على B زائد C على B، إذا هنا المقام الموحد هو B، يعني كيفاش غادي نوحد المقام؟ فقط سأحتفظ بالمقام الموحد، نحتفظ بها هو هنايا، ماشي غنجمعو B زائد B ونقول هي 2B، لا، غادي نحتفظ بالمقام الموحد وغادي نجمع البسطين، غادي نجمع A مع C، A زائد C على B. نفس الشيء بالنسبة للطرح، أحتفظ بالمقام الموحد وأطرح البسطين A ناقص C. إذا في الجمع أحتفظ بالمقام الموحد وأجمع البسطين، وفي الطرح أحتفظ بالمقام الموحد وأطرح البسطين. إذا أمثلة، المثال الأول 3 على 4 زائد 7 على 4، شحال كيساوي؟ أولا كنحتفظ بالمقام الموحد اللي هو 4 وكنجمعوا البسطين 3 زائد 7، 3 زائد 7 يساوي 10، 10 على 4 يمكننا نختزل. 8 على 5 ناقص 3 على 5، إذا هنا طرح عددين كسريين لهما نفس المقام، احتفظ بالمقام الموحد هو 5 وأطرح البسطين 8 ناقص 3 يساوي 5، 5 على 5 يساوي. ثانيا جمع وطرح عددين كسريين لهما مقامين مختلفين، يعني في هذه الحالة مقامين مختلفين، شنو كنديرو؟ إذا لحساب مجموع أو فرق عددين كسريين لهما مقامين مختلفين نوحد مقاميهما، يعني خصنا نوحدوا المقامين. في الحالة الأولى كان الجمع والطرح ديال عددين كسريين لهما نفس المقام، ما كنوحدوا والو، كنحتفظوا بالمقام الموحد وكنجمعوا البسطين أو لا كنطرحوا البسطين. في هذه الحالة عندنا المقامات مختلفة، مثلا عندنا A على B زائد C على D، في هذه الحالة B مقام في العدد الأول وفي العدد الثاني المقام هو الدي. اذا شنو غادي نديرو؟ اذا هي غادي نضربو بي في الدي هو المقام الموحد. في هذه الحاله اذا العدد الاول فين ضربنا بي باش عطاتنا بي في الدي؟ اذا ضربنا في الدي، كذلك ا ساضربها في الدي، زائد فين ضربت الدي؟ ضربتها في بي، كذلك سي غادي نضربها في بي، يساوي اذا غادي نحتفظوا بالمقام واحد لان بي في الدي هي الدي في بي بحال بحال، يعني غنحتفظوا بالمقام واحد وغادي نجمعوا البسطين A في الدي زائد سي في بي، A في الدي زائد سي في بي. اذا هذه هي الطريقه ديال توحيد مقامين ديال عددين كسريين لهما مقامين مختلفين. نشوفوا مثال، مثال انا عندي مثلا 5 على 3 زائد 2 على 4، عندي هاد العددين بغيت نجمعهم، ما يمكن ليش نجمعهم. علاش؟
حيث عندي مقامات مختلفة، ثلاثة هنا في العدد الأول وأربعة في العدد الثاني. يعني وقلت لكم أنايا في الأول ما يمكنناش نجمعوا ثلاثة زائد أربعة ونقولوا هي سبعة ونكتبوها هنا، لا، خصنا نوحدوا المقام. كيف سنوحد المقام؟ إذا ثلاثة مع أربعة، إذا المقام واحد هو 12، ثلاثة في أربعة، إذا ثلاثة في أربعة أو أربعة في ثلاثة. إذا هنايا فين ضربت ثلاثة باش عطتني 12؟ غنضربها في أربعة، إذا كذلك خمسة غادي نضربها في أربعة، زائد هنا أربعة فين ضربتها باش عطاتني 12، ضربتها في ثلاثة، كذلك اثنان غادي نضربها في ثلاثة، إذا غادي نحصل هنا على 12 في المقام الموحد، وهنايا خمسة في أربعة يساوي 20، واثنان في ثلاثة يساوي 6. وهنا كنحتفظوا كنطبقوا العلاقة ديال عددين كسريين لهما نفس المقام، أحتفظ بالمقام الموحد 12 وأجمع البسطين، إذا 20 زائد 6 26، واحتفظ بالمقام واحد 12 هي 26 على 12، إذا 5 على 3 زائد 2 على 4 يساوي 26 على 12، ويمكن لي نختزل. المثال الثاني في الحالة ديال أنه يكون عندي مجموع أو فرق عددين كسريين مقام أحدهما مضاعف للآخر. كيف مضاعف للآخر؟ مثلا 2 على 4 زائد 3 على 8، هذا المجموع بغيت نوحد المقام. في هذه الحالة عندي مقامين مختلفين، احنا عارفينها، هنايا 4 وهنا 8، ولكن هنا ما بين 4 و8 توجد علاقة تضاعف، يعني 4 يمكن ضربها في عدد والحصول على 8، و8 يمكن قسمتها على عدد والحصول على 4. مثلا هنايا فين يمكن لي نضرب 4 ونحصل على 8؟ غادي نضربها فين؟ 4 في 2 غيساوي لنا 8، و8 علاش يمكن لي نقسمها باش تعطيني 4؟ نقسمها على 2. إذا المقام الموحد في هذه الحالة هذه هو العدد 8، يعني 3 على 8، هذا الكسر هذا ما غاديش نقيسه، غادي نحتفظ به، وغادي نوحد المقام لهذا العدد هذايا بحيث أنه يصبح في المقام ديالو 8. إذا هنايا 3 على 8 أنتم كتلاحظوا احتفظت بها، وهنا غادي نوحد المقام. إذا لكي أحصل على 8 في المقام سأضرب البسط والمقام في 2، إذا 4 في 2 كذلك 2 غنضربها في 2، فسأحصل على 8 في المقام و4 في البسط، 4 على 8 زائد 3 على 8، وغادي نحصل على علاقة عددين كسريين أو مجموع وطرح عددين كسريين لهما نفس المقام. احتفظوا بنفس المقام، احتفظوا بالمقام الموحد وأجمعوا البسطين، 4 زائد 3 7، والجواب هو 7 على 8. ثالثا ضرب عددين كسريين، إذا جداء عددين كسريين هو عدد كسري بسطه هو جداء البسطين ومقامه هو جداء المقامين. إذا بالنسبة لضرب عددين كسريين ما عندناش توحيد المقام، ما كنفكروش في المقام واش عندهم نفس المقام ولا مقامين مختلفين، ما كنفكروا في والو من هذه الناحية. عندنا ا على ب فوا سي على د، شنو كنديرو؟ كنضربو البسط في البسط والمقام في المقام، ا في سي ب في د، ونكتبها هنا. مثال عندنا 7 على 4 في 3 على 8، شنو غادي ندير؟ ما غنفكرش بانه عندي 4 في المقام الاول و8 في المقام الثاني ونوحد المقام، نو no. غادي نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 7 في 3 يساوي 21، و4 في 8 كيساوي 32، ونخرج من باب واسع. رابعا قسمة عددين كسريين، دابا القسمة ديال عددين كسريين، لقسمة عددين كسريين نضرب الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني، عندنا أ على ب مقسومة على سي على دي، هذا عدد كسري مقسوم على هذا العدد الكسري هذايا، شنو كنديرو؟ إذا حسب التعريف نضرب، شنو غادي تحول لنا القسمة إلى ماذا؟ إلى ضرب، تحول عملية القسمة إلى ضرب. نضرب الكسر الأول، الكسر الأول هو أ على ب، أ على ب غنحتفظ به، وغادي نضرب في ماذا؟ في مقلوب الكسر الثاني، الكسر الثاني هو السي على الدي، المقلوب ديالو هو الدي على السي، غتصبح جداء عددين كسريين، والجداء ديال عددين كسريين شنو هو الحل ديالو؟ هو عدد كسري مقامه هو جداء المقامين وبسطه هو جداء البسطين، ها أ في الدي وب في السي. مثال عندنا 5 على 4 مقسومة على 7 على 3، شنو غنديرو؟ نحتفظو بخمسة على 4 وغادي نضربو في المقلوب ديال 7 على 3 اللي هو 3 على 7، وغتصبح لنا علاقة ديال ضرب عددين كسريين، 5 في 3 15، 4 في 7 28. إذا ترقبوا الفيديو المقبل حول العمليات على الأعداد الستينية. إذا في هذا الفيديو ارتأيت بأنه نخلي العمليات على الأعداد الستينية ونفصلها في واحد الفيديو صغير اللي غادي يجي من بعد هذا الفيديو هذايا، علاش؟ باش ما يكونش الفيديو ديال اليوم طويل بزاف وتملوا في المشاهدة ديالو.
إذا هذا الشيء اللي كان عندي في هذا الفيديو، وكنتمنى أنكم تزيدوا تتبعوا معايا الدورة التكوينية اللي غادي تفيدكم بزاف من حيث المعارف وكذلك من حيث الديداكتيك. في الأخير أتمنى لكم كل التوفيق والسداد. تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، تشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.